أهلا بيكم حبايبي الحلوين في سنة تانية ابتدائي. النهاردة هنبدأ مع بعض منهج الإنجليش مع مستر نسيم. هناخد يونت 1 ليسون 1 أو الوحدة الأولى الدرس الأول، تمام؟ الوحدة دي بتتكلم عن meeting people. يعني إيه meeting people؟ هنكتبها، نكتب M E E T I N G وبعدين كلمة people P E O P L E. meeting people يعني مقابلة الناس، يعني ازاي اقابل الناس. طبعا meeting يعني مقابلة و people يعني ايه؟ يعني الناس، تمام؟ طيب قبل ما نبدأ في الوحدة لازم نشوف الكلمات اللي المفروض هنتعلمها فيها. فأول حاجة لما بنقابل الناس بنقول لهم إيه؟ لو حد حبيبي بقول له هاي. هاي يعني إيه؟ يعني أهلا. طب إيه تاني بيساوي هاي دي؟ كلمة هلو. عارفين هلو؟ بس دي كبيرة شوية، دي صغيرة. هاي اتش اي هلو اتش اي ال ال او دبليو دي معناها إيه؟ أهلا برضو. أول اتنين معناهم مرحبا، تمام؟ هاي هلو، يبقى لما اشوف حد اقول له هاي هلو واحده منهم يعني، تمام؟ طيب عندنا بنتكلم اولاد مع بنات، يبقى لازم نعرف كلمه ولد معناها. فاكرينها شطار، بوي يعني ولد. اما البنوته اسمها ايه؟ اسمها جيرل. جيرل معناها بنت، تمام؟ بوي جيرل، بوي girl. طيب تعالوا بقى نشوف هناخد ايه في الوحده دي. المصطلحات بتاعتنا الجميله اللي احنا هنتعلمها، ناخد اللون الاورنج زي ما خدناه في المراجعه. اول حاجه لما اشوف حد الصبح اقول له ايه؟ اقول له good morning. good morning. good g capital double o d good morning m o r i S N I N G good morning. good morning معناها ايه؟ جميل، صباح الخير. good morning انا اشوف بابا او ماما اقول لها good morning mom او mother. good morning father. good morning sister. good morning brother على حسب الموجود، اخويا او اختي او بابا او ماما اقول لهم good morning، تمام؟ طيب انا قابلت واحد صاحبي وقلت له good morning، كويس؟ طب انا عايز اسال على صحته او حاله، اقول له ايه؟ اقول له how. خدوا بالكم من طريقه الكتابه، اول حرف دايما في الكلمه في الجمله لازم يكون ايه؟ لازم يكون capital زي H وال G. how. وبعد كده are وبعدين you وعلامة استفهام أو question mark. طيب خدوا بالكم من حاجة، يبقى بدأنا بحرف كابيتال وانتهينا في الجملة بفول ستوب وفي السؤال بـ question mark، تمام؟ الكلمات يبقى في مسافة ما بينها وما بين بعضها عشان أعرف أقرأ، وأنا لو حطيت كله لزقته ببعضه يبقى كل الكلمات شكل بعضها. أما كده عارف إن دي good ودي morning، دي how ودي are ودي you، دي جملة وده سؤال عشان هنا في question mark وهنا في ايه؟ full stop، تمام؟ how are you معناها ايه؟ معناها كيف حالك؟ يبقى انا اشوف اي حد الصبح اقول له good morning. طيب عايز اساله على حاله اقول له how are you؟ how are you؟ او how are you؟ تمام؟ طيب انا حد سالني وقال لي how are you؟ اعمل ايه؟ اتلخبط ولا اعرف الاجابة؟ اعرف الاجابة اقول له ايه؟ اقول له انا fine. يعني ايه fine؟ يعني بخير. واقول له ايه بس fine وخلاص؟ لا، اقول له شكرا، يبقى thank you. T H A N K thank و U Y O U، تمام؟ يبقى fine thank you. خدوا بالكم بس الاف برضه بدات كابيتال عشان بادئين جمله وتنتهي بفول ستوب، تمام؟ يبقى دي معناها ايه؟ بخير، شكرا. نقولهم مع بعض good morning. good
Morning. How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. نقول مع بعض ونقول بابا وماما. Good morning. How are you? Fine, thank you. تمام، برافو عليك. يبقى أنا كده عرفت أقول إزاي صباح الخير، إزاي أسأل عن الأحوال، وإزاي أرد لما حد يقول لي How are you. تمام؟ مع بعض كده واحنا في المدرسة أو واحنا في أي مكان نعمل المحادثات الجميلة دي. تمام؟ ونتكلم مع بعض ما ننساش. طيب، امتى بقى استخدم هاي وهلو في محادثات؟ ممكن احطها قبل ايه؟ قبل السؤال ده، فاهماني؟ يعني مثلا انا بسال هاو ار يو، طب انا ممكن اقول ايه؟ انا شفت حد صديقي اقول له هاي، ماشي؟ انا علامة التعجب. او ممكن كم نقول ايه؟ هاو ار يو. تمام؟ هاي هاو ار يو. صعبة دي؟ مش صعبة خالص. ها؟ نقول هلو هاو ار يو، هلو هاو ار يو. بس كلمة هاي تبقى كابيتال والكلمة اللي بعدها تبقى كابيتال دي كمان، عشان دي بتعتبر حاجة ودي حاجة. طب ممكن هنا نقول برضه ايه؟ هلو اي ال ال او. طيب نقول هلو وبعدين علامة التعجب وبعدين ايه؟ هاو ار يو. تمام؟ طب انا جاوب اقول ايه؟ اول فاين فاين. بس ها لازم اشكر واقول له ايه؟ ثانك يو. ثانك يو. يبقى انا كده عرفت ازاي اتكلم مع ايه؟ مع اي حد سالني هاي هاو ار يو او هلو هاو ار يو، اقول له فاين ثانك يو. تمام؟ نقدر نعمل الكلام ده مع بابا وماما في البيت، مع اصحابنا، مع اي حد نعرفه نساله وهو يجاوبنا او يسالنا وهو ايه واحنا نجاوب. تمام؟ طيب يبقى سؤال بس كده هناخده مع بعض، ماشي؟ ونجاوب عليه يس ورقة. تمام؟ السؤال بيقول هنا مثلا دي دي ايه؟ بسأل سؤال بقول is she a girl؟ Is she a girl؟ هنا is بقى هنا معناها ايه؟ معناها هل هي بنوتة؟ هنا الصورة، يبقى يبقى انا جاوب اقول ايه؟ اقول yes. طب انا لو بقول is he، عارفين is he a boy؟ هل هو ولد؟ هنا اقول ايه؟ اقول no. تمام؟ طيب لو انا قلت is it a pen، pen معناها قلم. طيب انا مش عارف انا هجاوب عليه اصلا، بس انا هرسم لكم الرسمه. هو انا عملت الرسمه دي كده، عارفين ايه ده؟ ده كتاب، ده book. لما اجاوب هنا اقول ايه؟ is it a pen؟ اقول لا no. ليه؟ عشان ده ايه؟ ده book. تمام؟ كده انا اقدر ايه؟ لو حد سالني عن حاجه اقدر اجاوب yes او no. تمام؟ ان شاء الله نكمل مع درس جديد في يونت 1 مع مستر نسيم في الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو يا ريت نشترك في القناه ونعمل مشاركه علشان اصحابنا هم كمان يستفيدوا زيكم. اشوفكم المره الجايه في فيديو جديد. مستر نسيم، باي.